عاصمة مرحبا بك العادة أختكم فاطوم خبيرة أبراج وتاروليوم باش نعملوا توقعات الأسبوعية لبرج الجدي. أهم الأحداث عند الجدي في الحياة العاطفية المهنية من وين لوين يا فاطوم؟ من 10 حتى 20 شهر 10. يلا يا جدي حياتك العاطفية والمهنية أهم الأحداث يا رب. نمشيو حياتنا العاطفية الآن عند الجدي. مش هذه بطاقة فتاة الجدي، رجل الجدي، بطاقة أنا عرفت تقول أنا صامت، أنا ساكت، أنا هادي، أنا رزين، أنا باش نكون رزين وباش نخلي الأمور تمشي بطبيعتها. بعض منكم فهمني والبعض الآخر مش فاهمني، باش نعاود نشرح بطريقة أخرى. العريسة هادي، هالملكة هادي تعني عند الجدي رجل او مرأة هو في فترة نقاة، فترة نحب نخمم، نحب نبعد، نحب نبعد على هذه العلاقة وننظر لها من بعيد ونشوف هل هي تصلح بي ولا تصلحش بي، هل انا نكمل ولا ما نكملش، وهي الاغلب انكم انتم ما تكمل او باش يصير صلح. علاش؟ على خاطر هذه بطاقة التغيير في حياتك يا جدي. التغيير الوين، فما جماعة يقول عنا سفر للحبيب او للحبيب، فما جماعة يقولوا عنا بناء من لول وجديد لحياتنا العائلية والعاطفية، والبعض الاخر تقول باش نمنح نفسي الحب والراحة النفسية. اش معناها؟ معناها احنا نكونوا ديما معطائين. الجدي جدي معطاء، جدي حنون، جدي طيوب، جدي نحي من يده قلتم لا نحي من فمه يمد لغيره. المرة هذه الجدي باش يفاجئنا انه هو لا انا ومن بعد توجي انت مهما كنت في حياتي، شكونك انت في حياتي؟ لازم نوفر لروحي ساعة الراحة النفسية والحب والحنان. لازم المرحلة الجدي باش يخو مش باش يمد باهي. وهذه بطاقة انتصار لبعض مواليد الجدي في الحب. الانتصار ديما نقول فما بلوك ينتهي، فما صعوبات تنتهي، فما مشاكل تنتهي. اسم الله عليكم واللطف عليكم. ماشي باهي. عندي جماعة اخرين ويقولوا هذه بطاقة تنوري الورقة من بعد بطاقة يا فما خطبة، يا فما علاقة تتطور بين اصحاب الى حب الى خطوبة، يا فما شراء عقار، يا فما بيبي، يا فما حاجة قالت حفلة فرحة عند الجدي بي بالحاجه اللي انت تتمناها. لهنا هذه راهي هي بطاقه الثروه، والثروه تقول علاقات عاطفيه او اصحاب، او الثروه زاد اصحاب، اصحابنا ثروه مش كالفلوس فقط. الفلوس المال هي ديما نقول على ثروه انسان ثري، اما احنا توا عند الجدي نقولوا شخصيتك محببه الناس فيك وشخصيتك تجلب لك الناس الاثريين. مش هكا بي. عندي حاجتي الجدي عنده زوز مفاتح، المفاتح هذوما في الحب في الحياة العائلية. معناها عندي زوز عقارات، عندي زوز علاقات، عندي زوز اختيارات ولازم نختار وباش نكون فرحان مستقر. ماشي البعض الاخر للاسف لا ما لا غالب مش كلكم عندكم الطاقة هذي. عندي انا جماعة يقولوا باش نخرجوا من ازمة، خروجنا من أزمة عاطفية. البعض الآخر يقول لازم نغير هذا الطبع فيا باش الحبيب يرضى علي. فهمتوني؟ معناها الحبيب غضبان، زعلان، هذا خشمو علي، عمل لي بلوك على خاطر شخصيتي أو مواقفي أو طريقة تفكيري أو المناقشة اللي بيني وبينه ماهيش عجباته. وهذاك علاش هي لهناش قالت؟ قالت لك راجعي روحك، رجع روحك يا جدي، على خاطر الحبيب باش يطلب منك التغيير. التغيير انك انت تعمل خطوة الى الوراء وتصلح نفسك يا جدي. ما تقوليش انا كامل، كمال لله انت عندك نواقص والحبيب قتل قاعد يناقش فيك ويحب يقولك راك انت مش انت اللي غلط. لا، انت لازمك تعرف انك انت غلط باش تعرف تتقدم، تصلح وتعرف تتقدم. وهذه علاش هي تقولك فما فرصة جديدة يمنحها الحبيب لك يا جدي. انتي تمنح الحبيب فرصة.
ما قلناش لا ماشي. ايه السيطرة ممنوعة في الحب يا جدي، يا جدي يرحم والديك يا جدي، راهي هذه بطاقة السيطرة او بطاقة نعرفش انا السلطة في الحب. لازم كلمتي تمشي، لازم يصير هذيك اللي مع الحبيب مرأة او رجل، خاطر اليوم سمعتك غدوة خديت بخاطرك، بعد غدوة انا مش نخ... انا عندي شخصية زادة يا جدي. دونك لهنا ردوا بالكم يا جماعة الجدي رجل او مرأة، انه الطرف الاخر قاعد ساكت، اما قاعد مش ساكت على خير. معناها انا اسكت لك اليوم مش معناها انا خفت منك، اسكت لك اليوم خديت بخاطرك، اسكت لك اليوم على خاطر خزرت لك بعينة كبيرة. اما كان انت تاخو عليها يا جدي، الحبيب باش يعمل ردة فعل غير منتظرة بالنسبه لك انت بطبيعه، خاطرك انت باش تخيل روحك انه الحبيب ساي حاطين ثنيه واللي يقوله له يعمل، وهو الحبيب قال ساكت ويستنى في اللحظه المناسبه انه هو يعبر على احاسيسه وعلى مشاعره او على ما واقفه منه. وهذيك علاش هي لهنا تقول لك البطاقه هذه سيف ذو حدين. ما معنى معناها فما فئه الحبيب باش يقول لك نحبك، انت تقول له نحبك، تفهمنا عندنا برشا حاجات مع بعضنا، والفئه الاخرى يقول لك لا انت مثنيه وانا مثنيه، احنا عكس بعضنا. دونك لهنا ردوا بالكم شويه في المرحله هذه يا جدي. حياتكم المهنيه جدي يلا بيه. البعض عند الجدي تقول باش ناخذوا طريق مناسب للعمل، جدي عنده تغيير، تغيير عمل، تغيير عتبة، تغيير مشاريع، تغيير أهداف، بطاقة زوز، ريت العربة الطريق، العربة تعني تغيير باش يصير، التغيير هذا للبعض الآخر، هو هذه راهي بطاقة المال والأعمال والنجاح والتطور للجدي. وجماعة آخرين قالوا لهم باش تغيروا وجهة، أي يا سيدي توا أنا نخدم في الخدمة هذي، نجم غدوة نبدل رأي نخدم خدمة أخرى يا جدي. معناها ما تتمسكش بالحاجة اللي أنت تحس روحك ما عادش تعطيك ما نعرفش أنا المردود المناسب مثلا، إذا هما مشاريع مثلا أو عمل أنت ما عادش تكون مرتاح فيه، دونك باش تغير. أما أنا أكثريتكم نحسكم أنكم أنتوما ماشيين لخدمة جديدة، راجعين لخدمة قديمة، مغيرين ولاية، مغيرين بلد، نخمموا في التغيير رغم شيعة، رغم حزن، رغم تعب، رغم قتلك لهنا انت عرفتك الحوتة اللي خرجوها من البحر، حد فيكم حسيتوا عنده طاقة متاع حد خرجني، خرجوني من مكاني. الجدي ما يحبش يبعد على المكان العمل نتاعو اللي يستانس بيه، البيرو نتاعو، قطم الدبابش نتاعو، هذوما الجو هذايا الكل ما يحبش يبعد عليه، يحب يتمسك بيهم، يحب يكمل معاهم. عندكم فما منكم باش يكمل في عمل، ولكن فما تغيير، تغيير هذا لصالحك يا جدي. وهذاك علاش تقول فما 50% من مواليد الجدي عندهم الاصفار والتنقل 10 ايام هذوما، وعليهم بالقبول، القبول باش يغير لك حياتك يا جدي في مكان العمل، في العمل بصفه عامه والمال ماشي. يلا يا جدي نصيحه في الحب ونصيحه في العمل، شوفوا محلاها هذي ماذا تعني يا بطوط، شوفوا محلاها هذي بطاقه العشر ايام هذوما اللي هما في شهر 10، بطاقه لقاء جديد، معناها شخص جديد في حياتي، تجدد علاقه عاطفيه، منح نفسي او الطرف الاخر فرصه، راحه نفسيه كبيره عائليه عند الجدي. ان شاء الله يا ربي يهنيك مهنيا يا جدي. قد انتظر كلام 3 اوقات، اتصال، مسج باش يوصلك من مكان عمل، او هاتف باش يجيك يفرحك انك انت مع عشان تقبلت باش تسافر باش تسوي وضعيه مهنيه. ان شاء الله يا ربي يوفقك في حياتك يا جدي. باي باي.